الفقرة اللي جاية بقى هيبقى معانا حد مهم ومهم جدا 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 ان احنا نسمعه وهو بيقول الحقيقة. الو، ايوه يا طلعت، اللي اتصور ده حقيقي فعلا يعني؟ حقيقي ازاي بس يا سيادة المستشار؟ انت قلقان؟ شوية. معقول؟ انت بتصدق الكلام ده؟ دي كلها خدعة. وبعدين اطمن، انا متفق مع ادهم. طيب صدقني، ظهورك في برنامج له شعبية كبيرة زي ده اكيد هيكون في صالحك. ان شاء الله خير، ربنا يسهل. الشخصية المهمة اللي وعدت حضراتكم انها تشترك معانا في الفقرة اللي جاية هو الأستاذ وليد أبو جلالة، المرشح لعضوية مجلس الشعب. الراجل طبعاً غني عن التعريف، وهو وافق إنه يشترك معانا علشان أي حد هينتخبه إن شاء الله يبقى متأكد إنه بيقول الحقيقة. الأستاذ وليد أبو جلالة. إزي حضرتك؟ أهلاً بيك. بص، أنا عارف إن الناس ممكن تقول إن إحنا متفقين مع بعض. للأسف أكيد هيقولوا كده، بس بالرغم من كده أنا مبسوط جدا إن أنا طالع معاك النهاردة. البرنامج بتاعك ما شاء الله من أنجح البرامج وله جمهور كبير، وأنا بشكرك إنك أتحت لي فرصة التواجد معاك النهاردة. أنا اللي بشكر حضرتك. أنا جاهز، خلينا نقف قدام المراية ونقول الحقيقة. متأكد؟ أكيد، وأتمنى إن يكون ليها تأثير فعلي بإنها تبين الكذب من الصدق، علشان لو اي حد من الاخوه الناخبين سمعني يبقى مطمن. استاذ وليد، انا هطلب من حضرتك انك تقف هنا. حاضر. وبص لنا الاول. بص للمرايه يا استاذ وليد، سامعني كويس؟ ايوه. مستعد تجاوب على الاسئله؟ ايوه. استاذ وليد، انا سمعت حضرتك قبل كده بتقول ان البرنامج الانتخابي بتاعك اشترك مجموعه كبيره جدا جدا من المتخصصين في اعداده، الكلام ده حقيقي؟ لا. امال مين اللي كتب البرنامج؟ محدش كتبه، ده برنامج انتخابي بتاع واحد وانا خدته منه بالكلمه. بس حضرتك على الاقل اكيد هتلتزم بالوعود اللي موجوده في البرنامج حتى لو كان البرنامج مش من افكارك. الله اعلم، الوعود اللي منقولها للناس بيبقى تحقيقها في علم الغيب، وانا عندي نقطتين ثلاثة مستحيل هيتحققوا حتى لو كنت ناوي احققهم. وانت مش ناوي؟ اكيد مستحيل اقدر اشغل كل الناس اللي هتنتخبني، وفكرة مصنع النسيج اللي هنبنيه وندي لكل العمال اسهم فيه فكرة خيالية تطبيقها مستحيل. يعني انت مش هتعمل المصنع اصلا؟ لا، هعمل المصنع، بس لو كسبت في مجلس الشعب هظبط اموري وهستورد ملابس جاهزه من الصين من غير ما ندفع جمارك، وهعمل مصنع ونحط عليها ماركات عالميه وبس. وبكده هتستفيد من الخصم اللي هتاخده على استيراد مكونات الانتاج كمان. بالظبط كده، بس مش هبقى لوحدي مالك المصنع ده، هيبقى معايا شركاء مهمين. وانا مش هسال حضرتك مين الشركاء دول لاني عارف. نهار اسود، ده راجل في داهيه.